مساءكم خير، نلتقي اليوم ان شاء الله بحلقه جديده من على وتر القانون ببرنامج على السيف. طبعا اليومين اللي طافوا يمكن كان في ضجه في المواضيع، موضوع قانوني كان في سوء تفاهم مع احد اعضاء جمعيه المحامين، المحامي مشعل الخنه، كان في خلاف بينه وبين احد السلطه القضائيه، واضطرت النيابه ان هي تامر بحبسه على ذمه خلينا نقول التحقيق، وطبعا جمعيه المحامين ما قبلت هالتصرف من النيابه وقامت باضراب عن الحضور بقضايا الجنايات. طبعا القضايا الاضراب كان على الجنايات، وتم وقف الاضراب مؤقتا بعد اخلاء سبيل المحامي مشعل الخنه. طبعا ما حد افضل من رئيس جمعيه المحامين الاستاذ ناصر الكراوين يشرح لنا اللي صار، وراح تكلم لنا عن هالموضوع، بس خل نطلع تقرير ونرجع ان شاء الله. احتاج منكم كمحامين عدم حضور جلسات الجنايات. واحد، نحتاج وقفه احتجاجيه بكره امام مكتب النائب العام وانا اولكم وحارسكم. علقت جمعية المحامين الكويتية الإضراب عن دوائر الجنايات والتنسيق لاستعجال إقرار قانون المهنة، وذلك على خلفية إخلاء سبيل المحامي مشعل الخنة بكفالة 1000 دينار. وفي بيان لها استنكرت الجمعية قرار إخلاء سبيل المحامي مشعل الخنة بكفالة 1000 دينار، مضيفة أنه كان من الأجدر إخلاء سبيله بضمان عمله. طلب علشان تعلمون ان النيابة العامة قاعد تنتقي بإجراءاتها، وتعلمون ان احنا اليوم ما احنا ندل النيابة العامة، احنا قاعدين نتعاون وياهم واحترمناهم احترام رسمي وبالقانون، وقدمنا الطلب ولحد الحين النائب العام رافض يقابلنا، علشان لحد يقول لما نتصرف او نتقدم بكتب وشكاوي رسمية للقيادة السياسية احد يلوم علينا. هذا وأعلنت الجمعية أنها ستقوم بالتنسيق مع النواب الذين أعلنوا دعمهم بشأن قانون مهنة المحاماة ومزيدا من الضمانات على رأسها حصانة المحامي. حياك الله ناصر الكراوين رئيس جمعية المحامين، مشكور على ييتك مع أن كنت ناسينا كأنك آخر لحظة ورايح الديوانية، صح؟ حياك الله ناصر. اول شيء خلينا ندش الموضوع اللي صار امس، يعني قبل، يعني شوف انا معني محاميه بس وايد يا على قصص خلينا نقول واشاعات على موضوع استاذ مشعل، شنو اللي صار بالضبط بينه وبين السلطه القضائيه؟ اولا شكرا على هذه الدعوه. وقبل ان ابدا في سرد الاحداث اللي حصلت للزميل مشعل الخنة، اوجه تحيه للزملاء ومنتسبين أعضاء جمعية المحامين من محامين ومحاميات إجلالا وإكبارا لوقفتهم المشرفة خلال اليومين اللي فاتت بشأن القضية الخاصة في زميلهم المحامي مشعل الخنة عضو مجلس إدارة، وليس بقريب على هذه الوقفة، لأنهم اليوم وقفوا وقفة لإجراء تعسفي وإجراء غير مبرر من قبل جهاز النيابة العامة ضد زميل لهم وعضو مجلس إدارة. حدث الأحداث اللي حصلت للزميل مشعل الخنة هو حدث عادي يحصل ما بين أي محامي وهيئة أو عضو جهاز النيابة العامة في تحقيق أو في قضية أو في جلسة منعقدة، وكان ذلك في فترة في أول إبريل، بأن الأستاذ مشعل الخنة كان حاضر في جلسة أمام سعادة المستشار رئيس الدائرة مقدم الشكوى، حصل لبس ما بين رئيس الدائرة والزملاء المحامين الحاضرين، وقام بزجرهم أمام المتقاضين. أوضح للأستاذ مشعل الخنة أن طريقة التعامل لم تكن كذا، لا تكون بهذه الطريقة سعادة الرئيس، وأن اليوم المفترض ذولا زملاء والقضاء الواقف وجناح العدالة، والمفترض أن احنا نتعامل تعامل زملاء بهذه الشأن. أفاد له من وأنت موجود؟ قال أنا مشعل الخنة عضو مجلس إدارة، عطني هويتك تفضل. حضر لنهاية الجلسة،
حضر عنده، سأله أكثر من سؤال، إن أنت اليوم تعديت على الهيئة؟ قال أنا ما تعديت على الهيئة، أنا قاعد أقول للهيئة لها حق إدارة الجلسة ولها حق اتخذ القرار، لكن اليوم الزملاء المحامين الحاضرين يجب أن يعنوا باحترام حضورهم. أي صحيح. بعد ذلك انتهى الوضع ما بين سعد المستشار وما بين الزميل مشعل خنة. بعدها تاني اتصال من أحد الزملاء المحامين بأن المستشار راح يزوركم الجمعية. الله والنبي محيي. حلو. حضر الجمعية وتفضل ويا هلا سعد المستشار أمرنا. قال أنتم تبون تتقدمون في شكوى؟ قلت إحنا ما راح نتقدم في شكوى، أنت أنهيت الموضوع في غرفة المداولة بينك وبين الزميل. أنت تبي من الزميل شيء؟ قال لا. قلت إحنا ولا نبي منك شيء. حلو. وإحنا والسلطة القضائية جناح واحد. إحنا نكمل بعض. فتعاملنا معاكم لا يعني ان انا اتقدم اني انا استاء من عمل اني انا اروح اقوم في شكله في شكوى، انا لا اوجه لك اللي النقد اللي انا احتاجه، اوجه لك الاساءه اللي انت اسات لي اياها حتى لا تتكرر في اللغات الاخرى. ما حدث هو استيائنا من فعل النيابه العامه وجهاز النيابه العامه. هذا اللي في لبس بين الناس، عبالهم انه في مشكله مع القاضي نفسه مو مع النيابه. لا لا، القاضي أي. قدم شكوته أي. وله حق انه يقدم الشكوى، واحنا ما عندنا مشكله في هذا الموضوع، ولنا حق الدفاع ونقدمه ويلجا الى محكمه الموضوع وبعد ذلك احنا ننظر. احنا نتكلم على جهاز النيابه العامه اليوم، حققت في القضيه والمشكوك في حقه محامي وكويتي وموطنه معلوم وانتهى التحقيق وسمعت اقوال الشاكي بمذكرته والشهود الخاصين به، تروح تحجز المحامي؟ أما أمرين، أن أنت لك رؤية معينة أن أنا اليوم لازم أبين للمجتمع أني أنا أفرض الهيبة أي. وهذا غير صحيح في عملك، أو أنك أنت قاعد تتكلم أن المحامي أخطأ ولحد الحين إحنا قاعدين نتابع إجراء التحقيق. إحنا قلنا لهم بحضورنا عند مكتب النائب العام بالوكالة اللي هو المستشار محمد الزعبي نبي نقابله، قدم طلب. قدمنا طلب، احنا ما كنا طابعين كتاب، قدمنا طلب في ذات المكتب، تفضل نبي نقابله بصفة مستعجلة، نبي نستعلم منه مبرر من مبررات الحبس الاحتياطي، انت ليش حجزته؟ صحيح. هذا محامي وكويتي وعضو مجلس إدارة جمعية محامين مؤسسة مجتمع مدني ومؤسسة مجتمع مدني. اليوم أنت إذا أنت تتعامل مع المحامي بهذه الطريقة، شلون راح تتعامل مع الأفراد العاديين؟ هو المشكلة أن في بعض، أنا بقول بعض من المحامين وبعض من خلينا نقول رجال الداخلية، أنه يصير في وايد سوء تفاهم، بس هو إحنا ما نقدر نعمم. يعني إحنا صار في أكثر من موقف الحين بين الزملاء المحامين والسلطة القضائية وجمعية المحامين، يعني ما يعني وقفت أو ما وقفت عن مساعدتنا. يعني كان في يمكن 4 حالات أو شيء بين خلافات، وهم جمعية المحامين وقفت وقفة بهالموضوع. أعطيني حالة من الحالات خلال السنتين اللي فاتت اللي الله يرحمه توفى، ما نبي ذكر اسمه، كان في بينه وبين احمد الوهيب شنائي وقفنا معه. قاعد اقول لك جمعيه المحامين ما تتناقى اصلا، احنا متواجدين معاه كنا، والمجلس اللي بعدنا هم حضر معه وكان لان هذا مو موضوع ان انا احضر معاه ولا ما احضر معاه، لا، هذا حق مشروع، هذا ميثاق المهنه اللي انا اقسمت عليه. أنا المفترض أني أنا اليوم موجود لحماية المنتسبين المهنة. إي أنا قاعد أقول لا، إن والدفاع عنهم. إي بالضبط، إن في ناس تقول جمعية المحامين ما توقف معانا يعني. إحنا عندنا مشكلة أن جميع في المجتمع وبعض المؤسسات الإعلامية مع احترامي لها توجه اتهام للمحامين أن اليوم هم بإضرابهم أو بوقوفهم زين أساءوا للمتقاضين. لا، ما أسأنا للمتقاضين. صحيح. احنا نوجه للمؤسسات الاعلاميه لما كان تجلس الهيئه القضائيه تجلس الساعه 12 الظهر ما قررت على ذلك، لما كانت تاجل القضايا من 3 شهور واربع شهور ولما ترفع القضايا تقعد 3 شهور واربع شهور، انت ما استأت من الامر هذا. صحيح. فانت اليوم تستاء لما احنا استخدمنا حقنا القانوني في الاضراب لايصال لمجلس القضاء الأعلى ولإيصال للنيابة العامة إن إحنا اليوم استأنا من تصرفكم ومن الإجراء اللي تم، وبذلك إحنا طلعنا من مكتب النائب العام بعد رفض مقابلتنا ومقابلة مجلس الإدارة إلى الصعود إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى مستشار يوسف المطاوعة،
ووجه له تحية وإجلال من هذا المكان، لأن رجل فتح الباب وقعد وسمع من عندنا وسمعنا من عنده. زين انت تو قلت لي واحنا برا الهواء، قلت لي انت قدمت الحين اول شكوى ضد النائب العام تعتبر بالكويت. طبعا انا اقدم هذه اول شكوى تتقدم. لا لا انا اقدم شكوى ضد النائب حسب قانون تنظيم القضاء، اقدم شكوى النائب العام او اي رجل في جهاز النيابه العامه لإساءة التصرف وعدم الالتزام في القانون، انا اقدم فيه شكوى لوزير العدل ويحيلها لمجلس القضاء الاعلى وينظرها. والمجلس اخذ انا اليوم من حقي اني اتقدم فيه شكوى. ما هذا هو موظف عام يحكمه قانون ويطبق عليه قانون. حلو، الحين هذا الاضراب اللي صار والمشكله اللي صارت كلها بهاليوم، خلينا نقول رب ضاره النافعه، صارت براس مشعل. شفنا الرجال السياسه، خلينا نقول اعضاء مجلس الامه، وقفوا. قاعد اشوف يمكن اكثر من 10 تغريدات من مجموعه من اعضاء 22 نائب، 22 منهم كانوا سواء دكاترة بجامعة الكويت كلية الحقوق أو محامين. نعم. ودكتور عبيد الوسمي وغيره وغيره. يعني في وقفة الحين راح تكون خلينا نقول صارمة بالنسبة حق قانون تنظيم مهنة المحاماة، أو بس موضوع خاص هذا؟ أولا في قانونين الحين مقدمين أمام اللجنة التشريعية، وتم مخاطبة جمعية المحامين بأخذ الرأي بشأن هذا القانونين، والمفترض أنه يقدم في اجتماع مجلس الإدارة اللي هو كان يوم الأحد اللي فات. حلو. السابق أساس أنه يثبت في المحضر، وبعد ذلك يتم توزيعه على منتسبين المهنة وأعضاء الجمعية العمومية حتى يبدون آرائهم في هذا القانونين، ويتم الرد على اللجنة التشريعية في مجلس الأمة. لكن الأحداث اللي حصلت المتواتر من يوم الأحد لقاية اليوم، احنا أجلنا اجتماعنا لبكرة بإذن الله، وسيتم عرضه بعد، سيتم توزيعه إلى المحامين حتى إن كان هناك تعديل أو مثالب توضيح في شأن المواد الخاصة بشأن الحصانة، بشأن التدريب، بشأن المعهد، بشأن إجراءات مركز التحكيم، فكلها موجودة في. عشان نكون واضحين أبو حمود، الحصانة راح تكون بس بالمحكمة، مو حصانة. حصانة إجرائية. نعم. حصانة إجرائية. إحنا مو محتاجين الحصانة كثر ما إحنا محتاجين أن يطبق القانون بصحيحه. حلو. أن تكون المحامي عنده حرية بقاعة المحكمة. والمحامي هو قاعد يفرض حريته في قاعة المحكمة بنص القانون أساسا. لكن احنا نصل لمرحلة أن يكون التعامل غير لائق، فمو مقبول لا للزملاء المحامين ولا للمهنة. أكيد أكيد. زين بالنسبة الحين أنا سمعت، ما أدري إذا تبي تتكلم بالموضوع ولا لا، يوم الأحد إن شاء الله عندكم مؤتمر صحفي بالنسبة حق موضوع تنظيم المهنة، أو بالنسبة حق المشكلة اللي صارت مع أستاذ مشعل. بإذن الله إحنا عندنا يوم الأحد تم توجيه دعوات ل 22 نائب. حلو. زائد تم توجيه دعوة أوليا للزملاء المحامين والمحاميات لحضور المؤتمر اللي هو راح يكون يوم الأحد الساعة 6 مساء في مقر جمعية المحامين، وراح يكون المتحدث الأول فيه الأستاذ مشعل الخنة، وراح يطرح الأحداث اللي حصلت معاه. حلو. وراح يكون بعد ذلك راح نطرح التوصيات والإجراءات اللي راح يتم العمل عليها في الأيام القادمة بإذن الله على أحداث هذا الموضوع. حلو. يعني في تعاون مع مجلس الأمة، مو بس خلينا نقول بهرجة إعلامية ولا الحديث نتحكوا بالحدث الحين. لا لا لا، يعني إن شاء الله إن شاء الله في تعاون، وما في أساسا إحنا متعاونين مع الكل. حلو. لكن المشكلة في من هو موجود في المجتمع قاعد يسيء لمهنة المحاماة. بالضبط. وقاعد دائما من مؤسسات إعلامية ومن جهاز أحد الأجهزة، فعنده مشكلة مع هذه المهنة، علما بأن هذه المهنة هي أساسا لها تاريخ ولها وجود ولها أساسا دفاعها عن الحقوق والحريات، وكن ومتواجدة في العصور السابقة دائما. وإحنا اليوم نمد يد العون مع احنا ما عندنا مشكله مع احد بالنسبه حق المحامين. احنا ما عندنا مشكله مع احد، لا جهاز النيابه ولا السلطه القضائيه، وكلهم زملاء واخوان، لكن احنا قاعد نبين استيائنا من التصرف اللي تم. زين بالنسبه حق اللي قاعد يسيء من المحامين حق مهنه المحاماه، هل في تصرف او رادع عندك بالجمعيه حق اي تصرفات مثلا مشينه خلينا نقول من المحامين؟ اي محامي يعني ما حد منزه من الغلط. لا لا يعني لا اكيد لا لا، اي محامي يتصرف بهذه اي تصرف مشين او مخالف لميثاق المهنه او مخالف لقانون تنظيم المهنه
يتم عرضه على لجنة شؤون المهنة، بعد ذلك إحالته لمجلس الإدارة لتثبيت بيان الإحالة وإحالته إلى التأديب اللي هي النيابة العامة تحقق معها. مو الناس عندها فكرة أن جمعية المحامين حاميتنا بجميع الحالات يعني، لا 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 وما في انضباط مثلا، أو أن احنا ما نخضع لمثلا مسؤولية أو قانون أو غيره يعني. لا نخضع للقانون، نخضع على حسب قانون تنظيم المهنة وعلى حسب قانون الإجراءات، احنا نخضع للقانون والله ونحترم القانون أكيد نحن المفروض أن لا مو المفروض، احنا نطبق القانون ونلتزم بهذا القانون، لكن احنا التزامنا بالقانون نحتاج التزام مقابل بالضبط باحترام هذه المهنة. بالضبط بالضبط. يعني انت المساله الحديث اللي قاعد تقول انه وايد هالنقطه هذه مهمه، خصوصا اذا تنزل محاكم كل يوم والقضاة مثلا يجلس لي الساعه 12، انا هم بهالحاله قاعده اضيع من وقتي حق باجي المتقاضين، هم هذا في ضرر مو بس حقي انا، ايضا حق المتقاضين. توجيه توجيه مو انت انت موجوده في المحاكم. بالضبط. احنا نتكلم على المتقاضين اللي ياخذ ياخذ رخصة من عمله علشان يحضر جلسة الساعة 8:30 يخلص الساعة 1:30 صحيح. هذا مو مقبول. بالضبط. احنا لما قلنا في اجراءات لازم تتعدل وفي عمل لازم، احنا هذا اللي كنا قاعدين نتكلم عنه خلال هالسنتين هذه، وبمذكراتنا وبتعاوننا وباساسا لجنة العقبات اللي مع وزارة العدل، ان في اعمال وضعنا المشاكل ووضعنا لها حلول وقدمناها. احنا ما نضع المشاكل ونقول ما في حلول، لا، وضعنا المشاكل ووضعنا لها حلول، وضعنا العقبات وقلنا هذه حلولها. احنا نتعامل اليوم مع مرفق الكل يجله ويحترمه ولا نقبل عليه، لكن هم بعد المرفق هذا لازم يحترم حقوق الناس. والله استاذ ناصر، يعني اول شيء الفتره اللي مسكتوا فيها الجمعيه يعني انا شاهدت فيكم مجروحه، مبين الشغل والانجازات اللي قاعد تقدمونها لنا. ان شاء الله الله يكون بعونكم ونشوفكم بالمؤتمر الصحفي. نبي قوه يعني زين. الله يوفقكم ان شاء الله، ويعني مجهودكم بالسنه اللي طافت وان شاء الله السنه الجايه، صح باقي سنه على الانتخابات الجايه ولا شنو؟ لا ما باقي، ما بقى شيء، ست شهور. ست شهور. ويأملون نفسهم اني انا ما راح انزل يعني، ما راح تنزل، لا يتوقعون ان العمل هذا عمل انتخابي. انا اليوم قاعد ادافع عن مهنه وعن منتسبينها، فهذا حق علي وامانه استلمتها وراح اسلمها للي بعد. لا رايتكم بيضة والله يبعد ان شاء الله عنا الخلافات، وان شاء الله هذه اخر الاخبار الحزين نسمعها عن المحامين. مشكور على وجودك، وطلعناك مبكر، خلصنا اللقاء مبكر، وحياك الله، مشكور ما قصرت. نكون الحين معكم ان شاء الله مع فقره التكنولوجيا مع حمود عادل.